الإرهابي أحمد حسن محمود خلف من مواليدي 1993، انتمى لعصابات داعش الإجرامية عام 2014، كني داخل التنظيم أبو فرح، عمل بصفة جندي في العديد من قواطع ديالى وألقي القبض عليه عام 2020. عمل في قاطع السعدية ضمن ما يسمى ولاية ديالى، ثم انتقل للعمل في قاطع خالد بن الوليد، ثم قاطع الحويجة في كركوك مع ما يعرف داخل التنظيم بفرقة القادسية. انتقل بعدها للعمل في منطقة عجيلي وعلاس، ثم عاد لديالى مرة أخرى بعد تحرير الحويجة وكامل محافظة صلاح الدين. شارك الإرهابي المكنى أبو فرح في العديد من العمليات الإرهابية، منها استهداف البيشمركة المتواجدة في معمل الجص قرب جلولا، والهجوم على القوات الأمنية في جبال علاس وغيرها من العمليات.